مشاهدينا، وللحديث عن تواصل الحرائق في العراق ودلالات توقيتها مع تسجيل مديرية الدفاع المدني لأكثر من 10,000 حريق شهد العراق منذ مطلع هذا العام، معنا الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام. حياكم الله سيد عبد القادر. أكثر من 10,000 حريق شهدها العراق منذ مطلع العام وفق الإحصائيات الحكومية، هل يمكن القول بالفعل أن هذه الحرائق هي محض صدفة أو إغفال؟ هذه الإحصائية كما تجري عادة في البلاد، إن الحرائق في العراق هي عمليات إرهابية ممنهجة ذات طابع جريمة منظمة حقيقة، وهي خيانة للوطن، لأن أغلب الحرائق جاءت بسبب توجيهات إيرانية لأحزابها أو لميليشياتها لإنهاء العراق، وبالتالي الملفات التي رأيناها وقد نالها الحرائق في أغلبها كانت تتجه اتجاهان إما زراعية وهي حرق المحاصيل، نعم، وكانت بكميات كبيرة من أجل تصدير البضائع الإيرانية الزراعية للعراق، أو حرق المتاجر والمحلات والمخازن لتجار لا يستوردون من إيران بغية الضغط عليهم للاستيراد من إيران. وبالتالي نحن أمام جريمة منظمة متكاملة، حتى تلك التي تحترق فيها المؤسسات هي يعني يتم إحراقها لإخفاء الفساد المالي الكبير فيما بين تلك الأحزاب أو الجهة التي سرقت هذا المال من أجل إخفاء جريمتها وسرقة المال العراقي. إذا ما يحدث هو خيانة واضحة للعراق من خلال عمليات الحرائق الممنهجة والمتعمدة. طيب، هذا العدد الهائل من الحرائق في كل عام مع موسم الحصاد، مع جفاف حوضي دجلة والفرات وانخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، ما الحلقة الرابطة بين كل هذه العوامل؟ هذه العوامل حلقتها الرابطة واحدة، وهو عملية إنهاء العراق، وبالتالي تغييبه عن يكون بلداً يمكن أن يساعد نفسه من خلال أراضيه وزراعته، نعم. إنما الهدف منه حقيقة تركيع العراق أمام البضائع الزراعية الإيرانية، وبالتالي حقيقة إفقار الشعب العراقي وجعله حقيقة ينشغل بملفاته الغذائية، وبالتالي ينسى دوره الرائد في استعادة وطنه، وهذا ما تطمح إليه إيران بعد أن فشلت في كثير من ملفاتها طوال 19 عاما، ومنها الطائفية والحروب الأهلية داخل العراق. وبالتالي اليوم تذهب باتجاه صفحة جديدة من صفحات معاركها في الحرب الكبيرة التي تشنها على الشعب العراقي، ولذلك الرابط الحقيقي بين تلك الحلقات هو الفائدة الإيرانية، لأن القاعدة الأمنية تقول إذا أردت أن تعرف من القاتل فتش عن المستفيد. طيب، قبل الاحتلال الأمريكي لم يشهد العراق هذا العدد من الحرائق المنتشرة كما اليوم، لأنه كان هناك بغض النظر ما كان يقال، لكن كان هناك نظام دولة، وبالتالي أنظمة الدولة عندما تعتمد على شعبها في بناء مؤسساتها فإنها ستكون حريصة على الحماية لأنها ملك الشعب، وبالتالي الكل يعمل على حمايتها وتطويرها. أما ما يحدث الآن فهو بلا دولة، نحن الآن يعني منذ 19 عاما في اللا دولة، والمصيبة الأكبر الأخرى الآن أنهم فشلوا في إنتاج الحكومة وأصبحنا باللا حكومة. إذا نحن من مرحلة تعويم اللا دولة إلى مرحلة تعويم اللا حكومة، وبالتالي تعويم العراق ومؤسساته لصالح الأجنبي، وبالتالي ما يمر به الاحتلال هو تدمير، ولذلك أحزاب السلطة تسعى إلى عملية تدمير العراق لارتباطها بمشاريع خارجية، فلذلك هذا الفرق الشاسع بين رجال دولة وبين رجال لا دولة. طيب، حديث مديرية الدفاع المدني أن هناك خلافات شخصية أو عشائرية أو نزاعات وراء جزء كبير من هذه الحرائق أو المحال التجارية في البلاد، لو سلمنا أن هذا الأمر صحيح، أين الأجهزة الأمنية في ذلك الأمر؟ هذا يؤكد واعتراف صريح طبعا على فشلهم كدفاع مدني وكأجهزة حكومة وكدولة، نعم. لأننا نحن أمام، لا نتكلم بأمام هذه السنة فقط، نتكلم إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن كل عام في بداية مواسم الصيف أو داخل هذا تشهد العراق يشهد حالة من الحرائق الكبيرة وتتجاوز، إذا ما أخذنا الإحصاءات فإن كل عام يتجاوز 10,000، وهذا العام نحن في منتصفه، ربما سيتجاوز العدد أكثر من 10,000 حادثة، نعم. وما خفي أعظم. بالتالي هذا يؤكد أولا فشل الحكومات والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في فرض عملية الحماية الموجودة، لا سيما بحماية الأبنية والمؤسسات، رأينا احتراق مستشفيات ورأينا احتراق متاجر، وبالتالي أين السلامة المدنية والمهنية التي فرضتها الدفاع المدني على تلك المنشآت للتقليل من هذه الحرائق؟ وحتى بعد الحرائق لا يوجد هناك أي فعل لا للحكومة ولا للدفاع المدني،
وهذا يؤكد تماما على أنهم ليسوا رجال دولة وليسوا مؤسسات دولة يمكن أن تحمي العراقيين من عمليات الحرائق. هل تعتقد سيد عبد القادر أن الرأي العام في العراق يقتنع بأن هذه الحرائق تنسب إلى تماس التيار الكهربائي أو عدم اعتماد العراق أو المؤسسات أو الأراضي الزراعية معايير السلامة مثلا؟ واقع المواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واقعا تنفس فيها الآراء العراقية بشكل واضح، ولذلك هم يسخرون من الحكومة عندما تقول أو الدفاع المدني أو أجهزته الأمنية عندما يقولون تماس كهربائي، وقد رأينا كثير من السخرية بهذه الإطار، وقد رأينا هاشتاقات جادة واضحة عبر عنها مئات الآلاف من العراقيين، فضلا على أنهم يصرحون لوسائل الإعلام بطريقة واضحة عن أن هذه الحرائق حقيقة مفتعلة وممنهجة وهي جرائم متعمدة ترتكب بحق الشعب العراقي، لذلك الروايات الحكومية لا قيمة لها، وهم يعلمون أنهم لا يقنعون حتى أنفسهم، فكيف يقتنع الشعب العراقي الذي هو شاهد حي على جرائم التدمير الذي تدار من قبل سلطات الحكومة وميليشياتها وأحزاب السلطة فضلا عن التدخلات الخارجية، ويعلمون لمصلحة من هذه الحرائق، لذلك هم يعلمون تماما أن الحرائق هي جريمة منظمة تستهدف العراقيين وتستهدف بناه ومنشآته واقتصاده وزراعته بدوافع خارجية، وإيران هي المستفيد الرئيسي من تلك الحرائق. السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.